السلام عليكم الأحباب، أزول في الله، وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم أينما كنتم. معكم لطفي، ورانا على المباشر في قناة المغاربية كالعادة. اليوم رانا لو 30 أكتوبر 2024، توكلوا على ربي إن شاء الله في حصة جديدة نتناولوا فيها مواضيع مختلفة. ومن بعد شوية من درك نحطوا الأرقام باش الناس اللي حابة تتصل بينا تقدر تشارك. تحية للناس لنا اللي تبعوا فينا عبر الصفحات على اليوتيوب، سورتو اللي يديروا في التعليقات، ربي يستركم وربي يحفظكم. وتحية كبيرة لكم وكل كما راكم، شكرا على المتابعة. فوالا يا خالتي، راح نطلقوا مع بعضنا حصة مواضيع متنوعة، بالإضافة للمواضيع اللي طرقوا لها الإخوة. اللي عنده تعليق، اللي عنده انتقاد، اللي عنده كلمة حاب يقولها، اللي عنده أي شيء مرحبا به يا خالتي. رانا في الأرقام هاي قدامكم، واتساب ولا تليفون نورمال. نديروا كالعادة امتي زابينج يا خالتي، وبعد كده ندخلوا في المواضيع. تفضل خويا المكر. Ils sont six hommes, six symboles qui ont marqué à jamais l'histoire de l'Algérie. Voici les chefs historiques du FLN. Didouche Mourad, 27 ans, Algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Mehdi, 30 ans, Constantinois, théoricien de la révolution, depuis 1950, clandestin. Rabah Bitat, 28 ans, Constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostfa Ben Boulaïd, 35 ans, Chaouia. Ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, Constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, Kabyle, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. Ensemble, ils ont inspiré et mené la lutte pour la libération d'une nation. Leur héritage perdure, rappelant à tous le prix de la liberté et de l'indépendance. من قتل عبان رمضان؟ عبان رمضان طبعا معروف، عبان رمضان جيش التحرير هو اللي قتله. كارثة صاحبي. هذا كاع متي جا نظافة ما شتي. بالله لحقنا لاخر الزمان، انت ما تستقبلنيش. انا قالوا المصريين على سني ورمح ما تستقبلنيش. انا الشعب، انا الشعب، تستقبلني وبالقوه. هذه خدمتك، هذه وظيفتك، انت موظف عندي، خدام عندي، افهم روحك. فيق الشعب، فيق مسؤولين، فيقوا. ويقول لك اعتبارات اول نوفمبر، اعتبرت اول نوفمبر، نوفمبر اللي نوضها الشعب واللي جابها الشعب واللي جابها اجدادي. انت ما تستقبلنيش، انت مريض، حذاري. تعاود هذه العفسه، حذاري، انتبه. او جاي اول نوفمبر اللي كان ثوره الرجال، واحد الثورات الملهمه لبقيه الدول الاخرى، بقيه الحركات التحرر، كما قال زيغود يوسف الذي دوش مراه، لا اتذكر الاسم، قال لك ان الجهاد هذا هو جهاد صغير، الجهاد الاكبر هو اللي راح يوقف الجزائر على كراعيها. قال لهم معركه البناء هي الجهاد الاكبر، انه هذا الشهيد لا يتكلم من فراغ، هو يعي جيدا ما يقول. وفي الاخير قبل ما نختموا هما كلمتين، الوصيه الاولى: إن لم تستطع أن تكون رجل فلا تشفق الباطل كما يقول. الوصية الحاجة الدوزيام للشباب: الدعم، البارتاج، وإن شاء الله ما يكون في ملك الله إلا ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعت البارح واش صرا في الاقامه الجامعيه تاع البنات في تيسمسيلت ما فهمت والو صراحه، وكثر خير الاجو اللي انقذ الموقف اللي لولاه كانت راح تصرا ديكا. الاجو كان يدور في امان الله جوي 8 9 تاع الليل في دوريه عاديه، واذا به يشوف فتاه لابسه جلباب مغطيه كلش من تحت الفوق دايره ساكادو في دارها، قدم ليها وشني يهضر معها، واذا به راجل لابس جلباب، راجل مغطي روحه كامل داير ساكادو تناشع معه بالهضره، واذا به يضربو بموس. هذا الراجل ضرب الاجو بموس دخلوا للسبيطار. الاجو هذا دار عمليه والحاله تاعو الحمد لله راه تتحسن. شوفوا سبحان الله هذو الناس ولاو يستعملوا الجلباب باش يديروا هذو الجرائم تاعهم ويدخلوا الاقامات، ما لازم لهم حل. هذو لازم يديروا بصمه ولا يديروا تاع الوجه ولا يديروا تاع العينين، المهم لازم لهم حل، لانه ولاو يستعملوا حاجه شرعيه في صوالح غير شرعيه ويحاربوا في الدين بطريقه غير مباشره. شوف الله كاريته على بالك، اقسم بالله غير كاريته وراهم هذو مسؤولين. حكم انا كنت في الصور، انا لحد الساعه مازال ما فهمت والو. رانا في قلب شلف، على كل حال انا في قلب شلف. المكان هذا ولا كاريته. السكان هنايا رانا في 2024 ماشي قالهم في مجمع راهم في دوار، رانا في قلب شلف باش المسؤولين فهموا باللي رانا فيه شلف، وهاي لابوبال. درت 3 سوايع مع مضال البيضاء ديال ابراهيم حبسه، هبطنا من كرارز كل واحد واش راهو يدير. درت 3 صحاب العشيه، انا حنت عشاو كيف كيف، سمعنا الجايين رايحين فاكونس مغلوقه حبسه. دوك نتايا 1 نوفمبر بلادنا ونحتفلوا ماشي مشكل، بصح طيح بالجمعه، قلنا نهار الجمعه نريحوا كاع في الدار ما عندناش اشكال. بصح سمانه جور دو سيمان ناس خدامين دراري يروحوا يقراو، تغلق لنا تريق تاع البحر، حنا ديجا عايشين في سيركيولاسيون، تسمى اللي كانوا ياخذوا تريق تاع البحر ولاو يروحوا لتاع بن عقدون سعيد حمدين، تسمى راهي مغلوقه. في هذاك المومون قادر واحد راح يدي مرته واحد زيد، قادر واحد يتغاشى لازم يدور سبيطار، قادر واحد يدي مال سبيطار، كيفاش يدير؟ كا ايرجون كيفاش يدير كي راك خلاص تريق خلاص حابسه؟ كيفاش راح يدير هذا السيد اللي عنده كاد اورجونس؟ كرهنا من الخمام تاعكم تاع الشيوخ، عيتونا راكو دايرين رايكم والشعب نورمال ما على بالكمش به. هاي ليك ليكيب جزائر جديد، هاي ليك راك مغلوقه ترى، المهم ما كاش ترونسبور ما كاش، هاي ليك خوتي الجزائر روح انت عيش في البلاد هذه دوك. بالنسبة للمدينة هذه مرحبا بك، مدينة مضيئة ما نقري بالنسبة للمدينة هذه مهمشة محقورة ومظلومة. لا ريم دوندمون ما عندنا لي قوات كيما نقولوا هنا، بيعطيك لي قوم ما كاش بوادر مي كيما جابوهم، ضربنا عامين بالبالا والكرطونه تاع البانانات حتى اذا خطر بلايص كاينو بلا رانا نعانو. التوقيت تاع العمال ذوك ضرونا، رانا في الشتاء كنا نخرجوا على 6 ونص راهم دارونا على 8، قيس كملتي تكمل حتى الوحده 12 ونص الوحده تدخل للدار، زيد كان جماعه راهم يخدموا الزوج ونص يجي الشوفير على 3 يقلب يدخلوا حتى ل 9. كيدي موش كاع بروغرام كاع في الولايه تاع تيار كيلو سيكتور كان نورمالمون الحاشاك وحاشا قدرك عشا اكرمكم الله الزبل اللي تخدم العشيه، وكان بارباب السيكتور بيتير كان دي بورتا بورت، كان كيما نقولوا حنايا كيما لو بي ال منا هذا مو موحال تخدمها انت كيما نقولوا حنا الصباح ولا ديرونجمون الاولى تاع دابزنا مع الشعب، قال لك راك تقرينينا راك تواسينا الحس تاع يوميا نتقابضوا مع الشعب، وزيد كاع بصفه عامه رانا مضرارين نقول لك الصح بزاف ما هنا تسيير.
السلام عليكم. توجور في ولاية تيرت، هنا أنا في الشارع، وهذه الشارع ما عارفين وين جاية، كاين لاسيتيك ومن بعد جيت تقدم تسيب الشارع، هنا كاين واد، الواد هذا راه قريب يتبلعك، نشوفوا فيه، يعني لو يدير خاطر على السكان، وبالك حتى المدينة تيرت، تشوف السكان وين راهم، ها الواد، تبعوا الفيديو تاعي مليح، ها الفيديو، هذا هو الواد، ها وين الواد راه يجي كاع من الغابة، من الجبال ويجي منا، وين يروح يجي يدخل في القنطرة هذه. القنطره هذه راه قريب تتبلع بالنفايات والمسخ، راكم تشوفوا فيها، هذه واحده، نزيدو نكملوا الفيديو وتشوفوا مليح. ها الواد فايت منا ومنا فانك راه طايح، الدار تاع الواد راه طايحه، ها الواد، اكرمكم الله يعني ماليش، يعني باش تشوفوا ها الواد، ها الواد منا ورايح، هذا هو الواد، هنا راهي كارثه، هنا عبا كون تجي امطار قويه راه دير كارثه، وهام السكان، هام السكان. هذا السكان داك واحد ما يقعدش كما قال لك عايش الى قدر الله وجات الحمله، يعني احنا في النداء وهذا امر خطير، يعني وهذا الانبوب هذا اللي فايت هذا معليش هذا راه جاي في الشونطي هنايا، ها كيما راه الشونطي هنايا عند الشونطي نيشان، هذا امر خطير ونطلب من السلطات تتحرك فورا. هذا نداء والسلام عليكم. ليست مشاهدا تمثيلية بل حقيقة رصدتها كاميرات مراقبة لحوادث بالطرقات السريعة في وهران، سببها تهور المارة وعدم التقيد بقواعد السلامة المرورية. خسروا عليه دراهم كبار غير باش يوصلوا لهذاك المكان، يعني المنطقة الأخرى. لق الناس كما قلت تثقف وتعرف بلي هذا كما يقول لك ما جاوا داروها حتى سي بو نوتخ بيان. جاو متقفين ويفهموا باسكو سي ريسك بوغ ال وبوغ لونفون. لا مول لوطو ماشي مسؤول، طونك داروا لاب افون واه، مي دروك طونك داروا لاباسخيل دروك مول لوطو اللي يفوت ماشي مسؤول. انا نشوف واحد الحوادث كارثيه بسبب انه وتلقيها حدا الباسير، يعني كاين باسير وراه صاري حادث مرور. للاسف نتمنوا الشعب يتوعى اكثر ويكون كاين دورات تحسيسيه فيها، لانه حوادث المرور راهي بزاف. غياب ثقافة استعمال الممرات العلوية والمجازفة بقطع الطريق عشوائيا أرجعه بعض المواطنين لرغبتهم ربح الوقت واختصار المسافة. ولا الأحباب، كان هذا زابينغ شوية تاع اليوم، شوية شوية منا شوية من هي، كما شفتوا يعني ساعات سلوكيات المواطنين تانا تحيرك يا صاحبي، ساعات ناسي يحطوا روحهم في دي بوزيسيون وفي دي في 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 امور يعني خطيره جدا يا خاوتي، وساعات هذه لازم الوعي ينتشر ولازم الناس توعي. وساعات كان امور كما شفتوهم دنيا مدقدقه الدنيا مكسره، الغلق مازالت مقفوله راح نزيدوا نحكيوا عليه، وبيان سور عجل هذا الاحتفال اللي نتمنوا انه يفوت على خير ويفوت يعني افضل من التنظيم. صلى الله عن بالنا التنظيم راهي الناس سفري، ولكن ان شاء الله الاحتفال يعني بهذه الذكرى التاريخيه يفوت على احسن حال. خويا المخرج اذا تقدر تتكرم وتتفضل علينا، يعني نفتحوا المكالمات ونخليوا الناس اللي حابه تشارك معنا في الحصه كالعاده ويبدوا رايهم. ونبداو بسي علي من البويره. السلام عليكم سي علي. السلام ورحمه الله وبركاته خويا لطفي، واش راك لاباس عليك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك خويا، ومرحبا بالاحرار والحرائر. خويا لطفي، الناس هذو باش يعرفوا بلي قناه الاحرار هي قناه الشعب، القناه المغربيه دخلت كل البيوت الناس، ماشي باش تفاضلها باش كريتيكي واحد. حنا رانا نشوفوا في بعض الناس يعيطوا باش يكريتيكيو الناس، هذه ليس من ثقافه الجزائريين. حنا نشوفوا الناس اللي عطيو من الحلول، يعطيونا الحلول، يعطيونا يثقوا شويه، ماشي باش انا نخسر دراهم باش يكريتيكي فلان ولا فلان، هذه ليس بالمنطقه الجزائريين. بالنسبه للاحتفال خويا لطفي والله العظيم يعني للاسف 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 100 الخطره ويعجز اللسان عن التعبير، يدخلها 7 ملايين يدخلوا العاصمه، كارثه كبيره والله كارثه كبيره. حنا تلمونا نكون بامينيا، حنا عندنا الحراك لازم نكملوه. هذه مهما كان الحال، القطار السريع لن يتوقف في محطة الصورة، الناس لازم يشوفوا الشيء هذا. أنت جيبي لساري تفادون للتلين، حنا القطار السريع خلاص انطلق، مادام الحراك كاين الحراك لن يموت، ما توقفش الحراك بلا كاين كورونا ولا هذه تخوف، هذيك هي ولكن النضال لازم، حنا ماناش سياسيين، ماناش منظمين تاع الأحزاب، حنا ننظروا من أجل الجزائر فقط. لولا ماشي النضال هذا والله ما نهضروا معك يا خويا لطفي، ما انا سياسيين، ما انا مهندسين، ما انا اطباء، ما والو، مواطنين بسطاء
رانا نظلوا من اجل الجزائر فقط. انا ماشي باش عايط واحد ولا حاجه يخسر واحد الهضره ولا هضره اسكندر ولا هذيك نمسيو. هذه لازم الناس يحترموا روحهم ويعرفوا بلي قناه المغرب هي قناه الشعب، قناه المحترمه، قناه تدخل في البيوت الجزائريين. ما عندناش وين نعتبروا حنايا افضل قناه، هذه ما كانش اللي يعطينا الميكرو باش نهضروا ولا حاجه. اللي كان ماشي انتم ما نهضروا، ما يشوفونا الناس، ما نخرجوا الاصوات تاعنا. هي القناه يعني تاع الاحرار، ولكن الناس يعرفوا واش يهضروا. برحمة الوالدين سيدي، ماناش حنا واحد يكريتي واحد. حنا الناس حنا خويا سلمية، نظروا بالسلمية، وإن شاء الله بربي إن شاء الله بالك يتغير هذا النظام، والناس يعيشوا بلهنا والعافية. ماناش نحوسوا على الفوضى، ماناش نحوسوا على التكسار، من أعداء الجزائريين، من أعداء الوطن، والناس باللي يديروا في عقولهم باللي ماناش أعداء. حنا باش تعرض النظام ليس من أجل ماناش مواطنين، نحبوا الوطن هذا، حنا نحبوا الوطن، ولكن نظروا، ولكن معارض النظام. هذه هي، ماشي شرط أنا نحب فلان وفلان ولا منصب ولا الرئيس ولا، ماشي شرط نحبوا يخسر نقول له يخسر، ولكن الوطن خط أحمر. أنا يا بالنسبة لي اللي لعبنا الوطن، والله ناكل نشرب دمه. الاحتفال هذا ماناش ضد الاحتفال، يا ربي يديروها وين يحبوا، ولكن يخلي لنا شويه تنفس. 7 ملايين راهي طلعوا الجزائر، كاين ايروبور، كاين الناس اللي يسافروا، كاين الناس اللي يقضيو، كاين الناس اللي يديروا الكوارط، كاين بلاد اخرى ناس يهبطوا القسنطينه، يهبطوا بوكزول، يهبطوا ليه كاع بلاد الجزائر، حتى توريها زعما في العاصمه ولا حاجه. يا خويا لطفي والله لا تعبنا، والله لا تعبنا، لازم الناس يديروا في بالهم باللي البلاد هذه نحبوها بزاف، باللي نظروا سلميين. ثم كانوا بربي ان شاء الله، يا بربي ان شاء الله بالك تبدل علينا. وبارك الله فيك خويا رضوى. شكرا لك سي علي، بارك الله فيك على الصراحه تاعك، شكرا لك. احنا كل من اجل وطن افضل، نعم من اجل جزائر افضل من هذا الحال اللي راهي عليه الان. محمد من خونا محمد من عين دفل، اهلا سي محمد. السلام عليكم، مساء الخير لاخوتي. وعليكم السلام ورحمه الله، ان شاء الله تكون بخير، مرحبا بك. ان شاء الله يا ربي. شوف، اولا نهني الشعب الجزائري بمناسبه عيد الثوره المجيده. ايوه يعني، ونترحموا كاع على شهداء الثوره. أيوة. يعني والمجاهدين اللي مازالوا حيين، ربي كما يقول لك يطول في عمرهم وربي يحفظهم ان شاء الله. أمين. لانهم هذو الناس يعني عانوا بالنفس والنفس، ما نقدروش ننكروا الجميل تاعهم. ثانيا من الامر يعني نترحموا على ضمير الامه الاستاذ العلامه مالك بن نبي اللي مات في 31 اكتوبر. هذا لازم تفوتونا عليه شريط، ماذا بكم ديرونا شريط على الاستاذ مالك بن نبي. هكذا الاستاذ لطفي ان شاء الله. شكرا لك. اما فيما يخص يعني الغلق هو من بكري العاصمه فيها الغلق، لأن الامور ما تعالجش بطرق علميه. نورمالمون كي يكون عندك بروبليم دو فلويديتي في ترافيك الوتي، روح للجامعه تاع باب الزوار. كاين الناس اللي قرا في ريسيرش اوبيراسيونيل، كاين الناس اللي قرا في موديليزاسيون، هذو هما اللي يصيبوا لك المشكل تاع الاخر. بصح كيما قال لك هما سيدي مليح وزادوا الهواء والريح. دوك نتايا مثلا كيما حنا مازلنا في لوبيطال مصطفى باشا، مازلنا في لوبيطال مايو، هذوك لي زوبيطال نورمالمون يخرجوا يدوهم لهذيك لاسيات اللي كاينه تاع بن عكنون، هذيك حديقة الحيوانات اللي قال لك نديروها سفاري، عند بالهم راهم في كينيا، عنده زوج سبوعة وزرافة، قال لك ندير سفاري في بن عكنون. سفاري دير الدنيا بارك، روح دير سفاري في دنيا بارك، وريكيبي راسيا دير فيها دي زوبيتو، خرج مصطفى باشا من ثم، خرج لوبيتال مايو، خرج لوبيتال بارني، ديهم الحديقة تاع الحيوانات، عندك راسيات، كاين راسيات تما وتقدر دير. ونزيد نحكي واحد أخرى، محور الشر اللي خرج للعالم، ميديا مع المخزن مع فرنسا مع اللي عقد عليهم العقد المكره اسرائيل، دوك هذوك خرجوا للعالم. وهذو الناس اللي كانوا يهربوا بالاموال في 20 سنه هم يهربوا بالاموال، وحنا ماناش نكذبوا على الناس. كاين الفار كاين، باسكو علاه هذاك الوقت بوتفليقه كي كان يستقبل في جمال دبوز، ويستقبل في الان شابة، ويستقبل في فلان وفلتان، ويجوا يدوا لي شاك. هام بانوا لي شاك اليوم، هام داروا عليكم كاع، كنتوا سكتوا بهم بلي شاك، هام داروا روحوا سكتوهم دوكا بلي شاك، خلاص ما كان لا شاك لا والو.
ونقول لك حاجه، نحيي الرئيس تبون، والله غير نحييه. الرئيس تبون زعيم، والله غير زعيم. ليكيب 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 لازم يعاود يبدلها. ليكيب اللي راهي معاه ما تصلحش، والله ليكيب لازم تغيير حكومي في اقرب وقت، ولازم تغيير المحيط تاعو في اقرب وقت. بصح والله لا تبون قسما بالله، لا انسان زعيم، انسان زعيم حتى خلص. وربي يحفظه وربي يحفظ البلاد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك يا خويا محمد، ويربي يرحم الشهداء ويرحم كل ابطال هذا الوطن اللي حررنا الجزائر. نزيدوا محمد واحد اخر من الحراش. اهلا سي محمد، السلام عليكم. السلام عليكم، تحيه ليك وتحيه جميع الجزائريين. سي لطفي ربي يحفظك ان شاء الله. خلينا شويه وقت معك البارح على ماكرو في المغرب لصداق على الصحراء الغربيه، خريطه هذه سما تسقسيتني البارح، هي خريطه اللي كان يهضروا عليها هنايا، حبسوا بها الياسما تاع الجزائر مع بركان اللي ما راحش ديرونا خريطه وهميه، ما كان يقولوا خريطه وهميه على الجال هذيك اللي خسرنا احنا مع بركان دو ماتش 6 بوين، ديرونا خطيه 50 دولار هكذا، ودائما يهضروا على لقجه 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 في البلاطو، خد 50 دولار هكذا يا خويا، سمعت على 50 دولار في اللاكاب هكذا، ها 50 دولار. نعم 50,000 مش 50 دولار. هذا انا فيا، وهذه 50,000 شكون يخلصها الدولار، على شكون يخلصها؟ وهذا دراهم اللي حنا نهضروا على الساحه الغربيه وبوليزاريو، وشكون خسروا عليهم دراهم؟ شكون تاع دراهم الشعب؟ ماهمش دراهم تبون ولا دراهم الحكومه ولا دراهم، هذا دراهم الشعب، ونمو الشعب حنا يسقسونا نناضلوا مع البوليزاريو، ما نناضوش احنا، ماهوش همنا في بوليزاريو. بوليزاريو يدافع في الصحراء، ما يدافع في التندوف. عندنا زوج حكومات، كي احنا كي نجيبو نداو هذاك ابراهيم الغالي، نداو هنا في النعجه ونجيبو من اسبانيا ونسمو استاد على افريقيا كيما نقول المونديل، جابوها حافظ تاع المونديل، عيب ما عندناش اسمو تاع الجزائريين. احنا الثوره هذه تاع هذ الشهداء اللي ماتوا قال نهار جمعه 1 نوفمبر، ربي يرحم الشهداء اللي خلونا الجزائر وضحوا على الجزائر وضحوا بارواحهم ومدوا الزكاه ونفوسهم باش نعيشوا حنا ويعيشوا ولادنا ويعيشوا ولاد ولادنا. وحنا دوك كيما كاش مؤسسات، حنا كون كاين مؤسسات ما يتبعوش شنقريحه، شنقريحه يحكم كاسير ما يحكمش البالون، على جال البالون ولا يحكم لاكوب كيما لاكوب كان بن ماضي اللي قابل الاخر قابلو شنقريحه وشد الكاس، من تمش في نفس البانو هذا خلاص راح البانو ولا خلاص. خطر احنا الارمي يخدم الارمي مؤسسه، احنا ضد جنيره ماشي ضد العسكر جنود، ولا جنود معسر الحدود، عسر الحدود اولادنا هذو الجنود، احنا جنود، احنا كندافعوا على وطننا، ويدافع على الوطن جندي يدافع على الوطن، درك يدافع على الوطن، الامن الشرطي يدافع على المواطن، راه المواطن في حمايه الشرطي، ماشي يدي الشرطي للحبس ولا ما كاش عداله. حنا نهضروا على الحق، ما سرقناش دراهم، حنا نحاسبوا هذا مادام يقول لك تبون انتخبوا الشعب، ما انتخبوا الشعب، انتخبوا هذو كيما قلت العسكر والمدني المجتمع المدني وهذو العزاب حزيبات ما عندوش ني با دي بورسون، ما عندوش شرعيه وما يهضرش. حنا منو كيخرج في الحراك في 2019 قلنا دوله مدنيه ماهيش عسكريه، هو قال حل حراك مبارك دوك وليدي في سمعتها تقطعت من عندك يا محمد، وقيل الانترنت من عندك، سمعتها من عندك. شكرا لك، بارك الله فيك، هذا رأيك. سي محمد من فرنسا، السلام عليكم ومرحبا بك. ألو. وي سلام سي محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. يا أخي العزيز، كنت تدير هذيك، كنا نشوفه في كل شيء. الغلطة في من؟ في الدولة ولا في الشعب؟ في الشعب. مي الدولة كي دارت لهم البو هذاك في العود دير لهم الاسكالاتور، باسكو الشعب فنيان ما يطلعش لي زيسكالي، فهمت؟ يقطعك، فهمت؟ شعب ماش فهمت، خلينا. ونولي هذا اللي كان يهضر لك دركا على الشنقريحة، قول له وحشم. احشم هذاك، هذاك هو اللي مغطي عليك باه ترقد ترونكيل، هذاك هو الريسبونسابل تاع الجيش داكور، ويدير واش يحب، فهمت؟ ابار كاين حق تاع الشعب وكاين حق تاع الدوله، هذيك الدوله واش قاعده دير ما تدخلش روحك الشعب، باسكو الدوله على بالها العالم كل اللي كونتر الجزائر، وقاعدين تهضروا على ماكرو جاي كحل على الجزائر، جاي حتى المغرب يكحل الجزائر، قالت له ند كوزا
وتشوباي صافي ديك دير حاجه تخلصها ما بقاتش السرقه ما تقدرش تسرق ما من عايشين في فرنسا واش كاين فرنسا والو فهمت تبون احسن راي تعلم هذا قبيله يهضر لك كيف لا بوليتيك تي فال مونتري كاسكو تي فا فير نو باسكو كاين الحوايج نو كيما هما يديروا لي زوروبيا لي امريكا لي اسرائيلي يدير ان عطلك الماكياج باش الضرب الصاعد تحت مال الجزائري لا كومبري فهمت عندنا رجاله تاع الصح فهمت عندنا الناس اللي يدوروا في الدول العالم كل العالم كل يكحل على الجزائر حنايا ماهاش الزريبه اللي يجي يدخل داكور حنايا عندنا كلمتنا فهمت ولازم الشعب هذه الغلطه تاع الشعب وما تزيدوش تهضروا على هذيك بقاو دوجور بقاو دوجور برك ويعدي الديفيلي باش تشوفوا الدوله تاعكم القوه تاعها ما شاء الله والرئيس هذا انا انتخبت عليه داكور انا وولادي داكور وكامل انتخبوا الجيران فهمت انتخبنا على الرئيس هذا وهذا احسن رئيس داكور وربي عيش وربي يزيد في العمر داكور والدوله تاعنا ما شاء الله وخلي الناس يكحلوا على الجزائر السلام عليكم ربي يعاونك بارك الله فيك سي محمد الله يسترك شكرا ليك وتحية ليك والعائلة والجيران تاعك كل الله يكونوا بخير سي كمال من بيتني أهل أخونا كمال السلام عليكم سي كمال لا لا بس خويا خويا لطفي حبيت نعطيك اقتراح خويا تفضل الله يخليك تفضل أخويا شوف ما تزيدش تحكم لي زابل يعني مدى بي أنا دينا لي فيديو تهضر وحدك بس هاد الناس هادو ما لم يجيو يهضروا على بال كل واحد يغني بغناه أو دنيا مو هذا محمد عايش في فرنسا وسوا ديزون يكريتيكي في ليزانجليالي في الدائر يعني عندنا واحد العيبان نقول حاجة مخك يحبس وكاين حاجة واحدة أخرى أخويا لطفي انا جاب لي ربي وربي يعلم جاب لي ربي عندكم جروب تاع واتساب باسكو سي لي ميم جونام يعيطوا كل يوم انا عايش في بريطانيا اللي راني مول الدار ونحكمكم خطره في الشهر ولا خطره في شهرين واحد اخرين يعيطوا كل يوم بار اكزومبل هذاك اسكندر اللي كما يقول لك اللي يعيط كل يوم ويشتم واحد لا ديني يعرف بدي يهضر على هذاك ريدا ولا مانيش عارف من قبل تاع صابر يا خويا اسكندر راك تقول باللي انت قاري راك تقول باللي انت فاهم راك تقول باللي انت عندك والناس تسمع لك انا ما نسمعلكش باسكو انت ولا تجي تهضر لي على الكره ويدير كذا والكره ويدير كذا واش من القرايه هذه كيف تقول باللي قاري يا خويا قاري كش ما اخترعت كش ما درت ابليكاسيون كيما امازون ولا هاو كمال درك ولا السوجي تاعنا اسكندر درك هاو احنا السوجي تاعنا الوضع في الجزائر لا شوف خويا لطفي هو خليته يهضر خليني نهضر ولا ما تخلينيش نهضر نقول هذه جهويه نقول لك الحق باسكو ابني عمك هذه هي نجيك من الاخر هذا الانسان هذا لازم يحبس يعطاكي الناس باسكو على فان ما راهوش قاري ما دار حتى حاجه ولا نشوفوا البريمير نوفمبر بالك يدير لنا كاس جون واسمو اسكندر ولا كاش طياره اخترعها ولا كاش بالك مي سينو ما قراوش واش من القرايه واش من القرايه انا نعرفوا النيفو تاع الدزاير اسكندر يجي لهنا يخدم اجون سيكريتي كيما هو كيما الناس ومع بارك الله فيك اخويا بارك الله فيك كمال تسمى صايدك تفوكاليزيت نتاع اسكندر ولا موضوعك هو اسكندر الورك اسكندر هو عباره عن مواطن متصل شو لو سوجي تاعنا رانا اور سوجي درك اخويا كمال مشني قاعد نقول لك ما تعبرش مريح تعبر دو تروا بتيت هكا فراز بتيت فراز تعقبها سي نورمال لكن موضوعنا احنا نحكيو على الجزائر نحكيو على الوضع في الجزائر اضراب الطلبه الناس رايحه حاصله الاعلام تكتم اعلامي الحاله كيف سا سي بلوز امبورطون أخونا عثمان السلام عليكم السلام عليكم لطفي أهلا سي عثمان وش راك لاباس والله الحمد لله الحمد لله لطفي وي أقبل حيرك ثاني كانوا كاين الناس يعيطوا المغاربية يقولوا على اللي كانوا ينتقدوا العيشة تاع بوتفليقة يقولوا عليهم ضد الوطن وكانوا يقولوا دروك تشوفوا الدولة تاعك وكان بوتفليقة ثاني كان يدير الاستعراضات وكان يخرج العاصمة يستقبل الشعب وكان يتجمع في القاعة تحيا بوتفليقة يا أخي كيف صح
في الاخر واش خرج واش خرج دولتنا يا اخي، لقينا مليار 1500 مليار ولا شحال دولار راحوا. ايوا وراهم دروك هذوك اللي كانوا يسبوا في الشعب يقولوا خوانا ومنا ويقولوا تحيا بوتفليقه، وراهم دروك هذوك ولاو دروك راهم مع تحيا شنقريحه تحيا تبون. دروك واحد يخرج لك دروك راهي ل 11 يقول لك تحيا تبون، لو كان موراها ب 10 دقائق يسمع بلي تبون طار يجيبوا واحد يشموها علي يخرج يقول لك تحيا علي، موراها في 10 دقائق قبل ب 10 دقائق يقول تحيا تبون، موراها ب 10 دقائق يجيبوا رئيس جديد علي يقول لك تحيا علي ديريكت. هذو الجماعه تاع تحيا يجيبوا اقسم لك بالله ويجيبوا في بلاصه تبون يجيبوا نتنياهو تاع اسرائيل غير يقول لك تحيا اسرائيل تحيا نتنياهو لا بغى اسرائيلي. هذا الشعب تاع تحيا هكذا شغل زكاره في الشعب دروك يشوفوا الشعب يهضر شغل زكاره في المغرب ما يشوفوش بلي البلاد داخله في حيط. الشعب راه يتبشر الشعب راه يبات في الاخلاء تلقى باركسون في كيف انا مثلا انا دروك عايش في فرنسا كيف نسبنا فرنسا ونقولك فرنسا راه تكحل على الجزائر ومنا اما انا نجمع ولادي اذا جات بما مدام فرنسا الدوله تاعي على هنا عايش انا فيها ونخلي ولادي ثم ومرتي ثم نخاف على ولادي راني عايش في بلاد عدوة تاعي. ما عندك العلاج عندك السيكوريتي سوسيال عندك كلكو زافونتاج اللي ما عندكش يعني سي نورمال ما نقدرش نلومهم يعني يا سي عثمان. مادام البلاد مليحه وفيها بصح ما تمشي تروح انت تقرا في فرنسا ولا يقراو في فرنسا ويداويو مليح وكاع وانا هنا انسولين ما كانش الدواء تاع الاخر كيما يقولوا لا ماستيشي تاع الاسنان ما كانش القرايه ما كانش تقول لي راهي مليحه السبور وتجي تسبني من ثم هي ها روح نتبادلو غير السمانه ديجا راني مريض نروح تماك وموان بروفيت نروح نبدل لك السمانه انت روح عايش هنا في الجزائر وانا نجي لفرنسا هالوين جيت فيتي هالوين كيفاه تما انت تعيش في فرنسا تلقى روحك هكذا الله بالبي وتهضر علينا احنا هنا رانا عايشين في لامير دروك تسب النوايط اي ضربت شويه الريح تريسيتي راحت غير الريح هذه في فرنسا تضرب شويه ريح تروح تريسيتي ما تصراش. الله يعاونكم يا لطفي شكرا لك هاني فاهمك اسي عم بالنا سي محمد او يتكلم بالعاطفه باللي سونتيمون تسمى عم بالنا كونكريتمون كون يمرض يعني الله لا يقدر يعني واحد في فرنسا كي يمرض مش راح يداوي في الجزائر العكس بالك ولكن عم بالو باللي كاين علاج كاين كوفرتير سوسيال كاين كلكو زافونتاج كاين سي نورمال اللي ما كانش في جهه اخرى مام ساعات امور مقطوعه بياسا جوان اسمح لي اخويا المخرج مصطفى من هولندا هذا سي مصطفى السلام عليكم اخي نورتنا ساره اهلا وسهلا ان شاء الله تكون بخير ومرحبا بك اهلا بك الحمد لله رحمه ربي الحمد لله. اولا سلامي الحار الى جميع الاحرار. قناه المغاربيه هذه قناه حره لجميع الاحرار وحتى اللي مش احرار عبيد ديناصورات عندهم الحق باه يقولوا رايهم بكل حريه في قناه الاحرار ولكن ان شاء الله ربي كاش نهار يولوا احرار. هيا ونقول لهم خلوا اخينا اسكندر ترونكيل راه قلبه مسكين حامي على الجزائر راه يتكلم يعني يتكلم على النقائص والناس اللي تتكلم على النقائص معناتها راه يتحوس تصلح يتحوس الاصلاح تاع البلاد. هيا ونقول هذا محمد تاع فرنسا وريده تاع لندن روحوا للجزائر عيشوا فيها وخدموا فيها وردوا لنا الخبر. قال لك باللي ما يبغوش يخدموا. انا كنت في الجزائر لما كنت في الجزائر بعد ما تخرجت من معهد التكنولوجي بعد ثلاث سنوات التكوين عامل الأول بقيت تسع أشهر بلا خلاص ما خلصت راك عارف شتوى لك تسع أشهر تقعد بلا خلاص واللي تنشف يا صاحبي واللي تكلم وتشرد وكل مرة نروح نشتكي يقولوا لي انت هذا عامك الأول في الحياة العملية مازال ما تنس منصب مالك اسمه هو البوست ديجيتال وانا كنت مية كنت مصدقهم وكي سقسيت الزملاء تاعي اللي خرجوا معايا في نفس السنة ومن نفس المعهد يعني لقيتهم كاين اللي قعد 6 شهور كاين اللي قعد 4 شهور وخلصوا. انا عاودت وليت نشكي قلت لهم كيف انا اللي خرجوا معايا 6 شهور 4 شهور خلصوا وانا 9 شهور ما خلص. قال لي هذاك المتكلف الاداري بالرواتب قال لي هذوك صحابك زاروني وانت ما زرتنيش هذا عارف شنو زاروني يعني مدوا القهوة ايوا
حافظينهم لي كود دم احنا. هي وما بغاوش يقولوا لي، انا وصحابي زملائي ما حشموا بها يقولوا لي كيفاش داروا، كيفاش تاع علاش شهر ربع شهر وخلصوا. شكرا لك اخويا مصطفى، شكرا لك. حنا نجتهدوا اخواتي ونفتحوا المجال الناس باش تعبر، باش نوالفوا على حريه التعبير وعن ننتقدوا بعضنا. اكلي اهلا وسهلا اخويا اكلي، السلام عليكم. بسم الله، السلام عليكم اخوتي اعزاء، السلام الاعزاء المستمع الاعزاء. اولا نخبر اخوتي والله دي فوا غنتصلوا ربع، نحاول دي فوا حتى 40 مره نحاول باش نجوزوا، هذه الاولى. ثانيا القناه هذه قناتنا كلنا، نحاولوا نرفضوا المستوى تاعها. لو كان جات قناة جهوية أو لعبك إرضاء الناس غاية تضرك، نحاولوا ما نذكر حتى اسم. إذا شفت خوك غلط في حقك اسمح، وحاول أنت مد البديل، مد فكرة تفيدنا قاع. أما تشخيص وهذا يتبع هذا، والله إلا رانا نهبطوا للحاضر. خوتي سمحوا لي مانيش نقول أني خير منكم، أنا بشر كيما أنتم نخطأ وكذا، ولكن نحاول نتعلموا من الدول، نتعلموا من القنوات الأخرى، نحاول نعطوا أفكار باش أولا نحاول نؤاخي بيناتنا. بكري كانت والله غير باش يجوز واحد قبيل في القناة هذه غير كانت صعيبة، كانوا يعتبرها يا ما مانيش نشخص، سمعوا لي مليحة، أنا راني أمازيغي قبيلي يعني، ولكن هذه حقيقة. ودي فوا من الغرب يتقطع، نحاول نوحدوا بيناتنا، نحاول نسقموا هذه الموضوع تاع، خاطرش نشوف دي فوا رانا نخرجوا على الاطار. اتصلت بهذه، اتصلت على جهه هذه النقطه، يرحم والديكم، لا تشخيص، اعطوا افكار ملاح، قدموا البديل، والسلام عليكم، وربي يهنينا ويهنيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك خويا اكلي، شكرا ليك. هذه هي الحاجه الصعيبه اكلي، انه الناس تبقى مركزه على يعني الطريق صحيح، بما يدخلوا لي بارازيت هذوك يخرجوك من ادروات يا غوش. ابو مروه السلام عليكم، مرحبا بك. الله يسلمك لطفي، السلام عليكم. عليكم السلام لطفي خويا، عندنا امه راهي توبات، يعني انسان بلا ما يفسر رانا قاعد نشوفوا ليل ونهار. امه في غزه راهي توبات، قاروره ما لم نستطيع ارسالها لهم كمساعده او كصدقه او كوقفه، وهذا فرض علينا، يجب علينا التحرك، رانا خادلينهم في عام. عندنا ناس مظلومين، ولاد دمنا ولحمنا، 30 سنه من 92 وهما في السجن، اليومين هذا 2024. عندنا نساء حراكيين قالوا كلمه حق، زج بهم في السجون، ومن بعد يتصل بك واحد يعني كما يقول لك الحصه هذه عندنا دقيقه ونص، يعني الانسان يغتنمها، يدعي فيها دعاء، ولا يمد رايش باب سلمي كيفاش نخرجوا من هذا الحكم الظلم هذا. يا يتصل واحد يشهد الزور، ويتصل واحد يغتب في اخيه حسدا، يعني مرض الحسد هذا مرض، لان اول جريمه ارتكبها البنو ادم البشر الحسد، نهار قتل قابيل هابيل. اسكندر 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 لطفي، دير حصه اسكندر هذه، فرق قلبك يا اسكندر، وخليه يتصل غير هو، ورانا سمعوه قبل منه، هو ابو صهيب، رجال اقسم بالله يا لطفي، خير رجال يا كي يهضروا، يعني الكلمه تاعهم توصل للنخاع، فهمت خويا لطفي؟ وهادو صحاب اللي يشهدوا الزور، واللي يشدوا العصا من الوسط، لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، اعوذ بالله العلي العظيم ان نكون منهم. هادو ما نقول لهم انا، عظم الله اجركم، اقعدوا يعني اقعدوا كما راكم هكذا حتى تلاقوا ربكم، يعني كما يقول لك بلا ما نزيد نكثر الوقت، راه يعني فات حدو، ربي يهديكم ويهدينا ان شاء الله. صحة لطفي، شكرا لك، امين، شكرا لك، شكرا لك. ملحة الديمقراطية يا خوتي وتبادل الأفكار، على المبارك باللي اللي قاعد يصرى لهنا في المغاربية يا خوتي، وهاد الاتصالات، وعليه القنوات الأخرين ما يغامروش، يبرن با لو ريسك، يديروا مباشر وتليفونات، غير المهبول اللي يديرها، سمحوا لي على الوتر، غير المهبول اللي يديرها قناه كما المغاربيه، يعني ان غرون ريسك، لانك راح تفتح على المباشر، واحد يهضر، واحد يسب، واحد يتنرفى، واحد يخرج على الموضوع، واحد يتهمك، واحد كذا،
مي فو باسي بار لا يا خالتي، كيفاه نتعلموا احنا؟ كيفاه نفتحوا الحوار؟ كيفاه معليش واحد يسبك وكذا، معليش في سبيل انك تدافع على قضيه. والشيء اللي يصرى في المغاربيه راهو ايشونتيون تاع المجتمع الجزائري يا خالتي، واحد مركز على القضيه يا جماعه، للمعتقلين السجناء كذا، الاخر عنده حساسيات، الاخرى وقال فيا كلمه وكذا. هذه هي لا سوسيتي الجيريان، مش لا راح نربيو الناس ولا نعاودو التربيه، لا. وشو احنا باش نتفاهموا بلي نكاناليزيو؟ نعم كاين حساسيات، واحده غلط كما قال خونا ابو مروه، واحده غلط معلي، ولكن نتسامحوا وماشيين على هدف واحد هو الجزائر. ان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله الجزائر ترتقي الى يعني امور يعني افضل من هذه. حتى خونا محمد من فرنسا لما يجي ويتكلم هو وحبا في الجزائر، لكن هذيك هي طريقته، هذيك هي لا فيزيون تاعو، يفو كون لاكسبت كيما هكا، هو يشوف باللي الشعب هو المعوج، سي سون دروا، من حقه. الاخر يشوف لا باللي السلطه هي المعوجه، واحد يقول لك لا شويه منا شويه منا، هذه هي لا سوسيتي الجيريان. يفو باك نطيحوا في الفخ تاع للاسف النظام، انه كي يشوف واحد ما تعجبوش عقليته يدخله للحبس، ولا واحد يهضر ياسر ويهضر في المواضيع ما تخليه لا يروح للمسجد، ما تخليه لا يدير، لا ما نقدروش، ولا يغلط غلطة قالوش يقعد 30 سنة في الحبس، ما نقدروش نتعاملوا هكا. حنا نفتحوا المجال، نحملوا ونصبروا شوية، وبالك خاوك يغلطوا ولا نغلطوا معاهم يسمحوا لنا، ساعات واحد يقلق منا وعليه ما تخلينيش نهضر وكذا، ولا يسمحوا لنا، بنيتنا صافية هي انه نلموا نوحدوا الجميع ونافونسيو. حايد اخرين شفتهم والله من دوان تري بون اكزومبل يا خوتي، والله مثال رائع، وللاسف ما يحكيوش عليهم في الجزائر. هما دوك لي جون تاع لي زيتيديون اون ميديسين، والله يا خوتي مالغري الاعلام ما يحكيش عليهم، مالغري الصحافه والو، واحد ما يجبد عليهم يا خوتي، حتى في الصفحات تاعهم تاع الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك، يدخلوا لهم هذوك تحيا الجيش ويا خوانا، حتى هذوك يسبوهم. بعد مدة من الزمن شافوا باللي الوزير ما استجابتش، الوزارة ما استجابتش، تبون والله لا سمع بهم، مصر رحلاتي في أمور أخرى خلاص، فطحوا قدام مشكلة يا جماعة، هل نواصلوا الإضراب حنتعطلوا في القراية، ولا نحبسوا أعفس على قلبك والله غلب غلبونا. داروا فوت يا خوتي، شوفوا هذاك التحضر، وشوفوا هذاك السيفيزم، وشوفوا هذاك الوعي يا خوتي، داروا فوت باش يديسيديو يواصلوا المسيرة تاع الاحتجاجات، ولا قال واش درنا اللي علينا، درنا الأسباب، وهلا غالب تسمى بلاكش ما نهار تبون، بلاكش ما يحل المشكل. نشوفوا الفوت اللي داروه يا خالتي، تفضل خويا المخ. هل أنتم مع مواصلة الإضرار إلى غاية تلبية المطالب؟ المصوتون بنعم. المصوتون بلا. مصوتون بلا. شنقة تعترف الآراء أبدا إجماع عموم طلب الإضراب سيكون متواصل كلية الفكرة. ها يا خالتي شوفوا الوعي تاع لاجي، سا دون با اسبوار يا خالتي، شوف كيفاه منظمين، ما كانش كيف خرج قال واش خرج انا راح ندير اضراب، اللي يجي يجي، اللي ما يجيش ما عندي ما ندير به، اللي ما عجبوش اللي يبدل البلاد، لا يا خالتي، ولا تقسموا ولا سبوا بعضهم، لا، تجمعوا وقالوا بكل ديمقراطيه، اللي حب يواصل يرفع يده، واللي ما حبش من حقه، وبداوا يقولوا اوه على اللي يرفع، ما قالوا لهم لا ما تقولوش، هذه حريه. ها هو ان اكزومبل تاع ديموكراسي يا خالتي، دونك ديسيداو انهم يواصلوا. يعني سي ان اسبوار في نص بلاد كيما نقولوا، كل واحد لاتي في همه، والاخر والله لا سامع بالاخر، الاخر المهم طريقه، نفسي نفسي، واحد لا عن باله، خونا محمد يقولنا هذا الشعب ما يفهم ما يصلحش ولازم عاود له التربيه، الاخر يقول لا، كل واحد وش يقول على هذا الشعب. لكن ساعات يخرجوا لك دي زيكزومبل هك، تشوف ليليت اللي هما مظلومين ومقهورين، وللاسف الشديد يعني السلطه غالقه عليهم الاعلام باش ما يتكلمش عليهم وكذا وما يدعمهمش، مالغري سا ايل سورغانيز ويمدوا درس في التحضر ويواصلوا الاضراب. وهاب كالكو زيماج تاع المواصله تاعهم تاع الاضراب، تفضل خويا المخرج باش يعلموا الناس باللي راهم مواصلين. يا مريض يا طبيب، يا مريض يا طبيب، طالب حقك ماشي، طالب حقك ماشي، يا للعار يا للعار، يا للعار يا للعار، وزاره بلا قرار، وزاره بلا قرار، والطبيب راهو بطال، والطبيب راهو بطال، والبطال راهو شهار، والبطال راهو شهار. أوه. انا ما يا اخو ريستو فايح، لابو فايحة، ما عندناش اخو، انا كملت دكتوراه بعد ما نقدرش نحل لابو ديالي خاوتي، عيب والله غير عيب.
حبيبي السلام عليكم. ديجا باش نحكوا الدكتورة والراهي والراهي دكتورة والراهي ما كاش باش تقرا. جيت تقرا جيب معك ماتيريال تاعك. هذه جديدة انا جايين ودرتو معاهم يا اخي درتو معاهم درنا لك وش وليد حق المشروع يا وزارة يا وزارة يا وزارة يا وزارة سبع سنين راحوا خسارة سبع سنين راحوا خسارة يا وزارة يا وزارة يا وزارة يا وزارة سبع سنين راحوا خسارة سبع سنين راحوا خسارة صامدون 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 للوضعية رافضون للوضعية رافضون. فوالا يا اخ شفتوا قبيلة اتصل بنا واحد الاخ نحترمه نحترم رايه قالنا تبول سي لو ميور بريزيدون احسن رئيس من حقه نو ريسبكت ان شاء الله وعلى اهله ماذا بينا يكون جزائري هو احسن رئيس. لكن هل احسن رئيس في العالم يا خالتي يشوف باللي طلبه تاع ميدسين بيولوجي شيردون لي فارماسيان دايرين اضراب مصرين وما يدير لهمش حتى لفته ما يبعت لهمش حتى الوزير ينيغوسي معاهم هذا لو ميور موند ما انا البير وش يدير ده يبعث لهم البيربي ما كانش حتى التفاته ياك هم زعما اولادك وك مسؤول عليهم راي الجامعات معطله والمستقبل للشباب وتفوطوا عليا الشباب وانا بفضل الشباب وانا نسمع الشباب والوزير الاخر قالنا والله مسكين تبون يبكي كي يشوف الشباب والحاله تاعو هم صام عندهم قدان يوم وما يناديو. هذا غير واحد مش عايش في الجزائر لربما يقول لك ما سمعش بهم سينو الناس كل سمعت بهم. هل أحسن رئيس في العالم ينيوري الناس هذم ونقولوا الوزير الله غالب ثم ما عندوش حلول لكن وين الرئيس كي غير الرئيس في الحملة الانتخابية خالتي كنشفاو هدر على الطلبة بون سيفري هدر على الريستوراسيون والماكلة احنا نحبو شوية القرية تدك شوية اللوز وقال واش نطلع لكم الريستو ويدي 24 دور وما نعرفش هما مش مشكلتهم في الريستو والانستو توثيق تصديق وتكوين ولي كونديسيون هادوما. لكن لماذا لم يتحرك الرئيس يا سيدي على الأقل أعطي أوامر باش الإعلام يتكلم عليهم هذه تحت الطابلة برك قال واش أجمعها عيبة هدروا عليها وعلى الأقل يتسائل عليه الإعلام ما يحكيش عليها على الأقل باش ما نقولوش أي السلطة هي اللي غالقة على الإعلام لأنه أكيد أنه الإعلام مدى به يحكي مدى به يتكلم الإعلام كي يعد حادث كما هذا ويغطي ويدير الروبورتاج أو يدير عزلابية وقلب اللوز دونك يجيه إليت كما هكا مدى به هادما وقت بوتفليقة كي كانوا يديروا إضراب كانوا يعرضوهم في البلاطو كي كانت بكري وقت بوتفليقة شوية ديمقراطية كانوا يعرضوهم في البلاطو ويجيوا يتكلموا ويجيوا يهضروا وكلنا نسمعوهم ونشوفوهم. اليوم هادم ما تشوفوش حتى في التيلي روبورتاج هك هدرة أرام دارو باش تعرف إلى أي مدى نزلت الديمقراطية في عهد أحسن رئيس في العالم. نزيد وسيدي مادام البلاطو ما يعقبوهمش خلي نزيدوا نعقبوهم احنا ونسمعوا وش يقولوا في اللي ديسكور تاعهم وفي التجمعات نتاعهم. شوف المستوى تفضل خويا المخرج. لسنا نقح اليوم شاحبي الوجوه ومكسوري الخواطر كي نطالب بالرفاهية والطرف وإنما بحقوق كانت قد ضاعت منا. نطالب بشهادات معترف بها دوليا وبظروف عمل تحفظ كرامة خيرنا إلى كبير. أسه بكلمات الآن إلى الشعب خارجا علني أوقد بذلك ضمائر مشلولة لا تاب الإصغاء إلينا. نحن لا نضرب من أجل أنفسنا فقط أيها الشعب بل من أجل مستقبل الطب في الجزائر من أجل كل مريض ينتظر علاجه من أجل كل عائلة تأمل في الشفاء. نضرب من أجل كرامتنا أولا وكرامتكم أنتم ثانيا. نحن اليوم إلى أن ندافع عن حقوقنا اليوم فمن يدافع عن صحتكم أنتم غدا. ولكنني وبكل يقين أقول أن جزائرنا لن تخذلنا أن وطني لن يدع طبيبه طريح إضراب في بلد يحترم الحقوق والواجبات في بلد يقدس الأطباء وروح العمل والوطنية. نحتاج دعمكم اليوم أيها الشعب فنحن سنواصل المسير سنواصل النضال وسنظل ثابتين في موقفنا حتى تتحقق حقوقنا وحتى يصبح حلمنا بالإنسانية والطب النبيل حقيقة نعيشها وليس سرابا نتبعه. اليوم نقف موحدين في كامل أرجاء التراب الوطني لنقول كفى تجاهلا وكفى تأجيلا. ختاما لا أجد أبلغ من قول الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وبإذن الله سيستجيب.
ديسكور بوليتيك صاحبي، والله يعطيه الصحه، متادب ويهضر وكذا ومعليش هم يتجاهلوا فينا عن بالهم سكي بيان فا بيان مالوروزمون سي ايرونيك، عن بالهم باللي السلطه تتجاهل فيهم باسكو ما عندهاش حلول. دونك على الاقل في لا فورماسيون تاعهم اوتونك ايتوديون هم قاعدين يتفورماو اوتونك مواطنين يعني، وقاعد يتفهموا يعني باللي السلطه فينالمون اي وقت الشده ما توقفش معاك اونفا هذه بور لانستون، لانه كون جات السلطه تحبك وتوقف معاك وقت الشده لكان وقفت معاك لهنا ودافعوا عليك على الاقل بالاعلام ووصلوا صوتك، لكن هم يتفرماو بالعقل. بيانفوني اون الجيري بيانفوني. نعم يا خاتي خونا محمد في فرنسا، انا نقول لك اسي محمد كون جات هاد لاغريف 3 4 ايام كي مكه في فرنسا الاعلام يتكلم، حل من تشعل لي بلاطو تلقى واحد بالطبليه بيضاء قاعد يهضر، لي جيلي جون وكانوا يهضروا مالغري كانوا يكسروا ويخربوا كذا ويضربوا لابوليت وكذا، وكانوا يدخلوا في لي بلاطو. حنا هادو محترمين ويقولوا نحن مع الجزائر ولن تتركنا الجزائر ونحترم كذا ومربيين ويحافظوا وهكاك، والله ما يفوتوا خطاك يفو با دير لا فيريتي برك، هذه هي وماسكي أسطر البير بعطابه باخونا محمد وجيرانه وولاده يروحوا يفوطي ويقولك باللي توفا بيا. على كل حال وهي في الحقيقة يعني اللي دوت أوتر لا فيريتي اللي فريمون من جهة أخرى خلا، ربي يفرج عليهم إن شاء الله وربي الجزائر إن شاء الله ترتقي يعني المسؤولين تاعنا يرتقيوا المستوى هؤلاء الطلبة إن شاء الله، ويعودوا يخليهم يتكلموا ويعودوا يخليهم يهضروا ويعبروا. خويا المخرج هضرت بزاف أنا، بالك الناس اللي تنتظر أنا كي ندير هاني ما نحبسش. سي مراد الزعيم، أهلا وسهلا سي مراد. أهلا خويا، أهلا الزعيم خويا لطفي، السلام عليكم ربي الزين. مرحبا إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله خويا ربي يبارك فيك ان شاء الله. خويا لطفي انا مانيش نسمع فيك، على كل حال بصح راني نهضر على بالي انت تسمعني، لا كونيكسيون حاولنا بصح معليش على بالي انتوما راكو تسمعونا. والله يا لطفي غير نبلغ تحياتي لطاقم المغاربيه اولا من صغيرهم لكبيرهم، والزعيم الزعامة تاعنا ابو ماريا، وخويا ناصر معوش تاع سوق تنين، وخويا عبد الكريم ابو هيتم، وابو مروه والهواري، وابو مروه الاخر تاني، نبلغوا لهم كامل تحياتنا. والله غير نشوف هذا الانسان هذا خويا لطفي، يعني هذا نبيل هذا ولا ما نعرف لي عيط من الانجليز يهضر على اكسندر يا اخي الكريم، دوك هذا هو تحوس انت لي عيط ولا لي ما عيطش، معليش يا اخي الكريم تفضل يا سيدي اهدر يا سيدي اهدر، بلك اش ما تجيب لنا حاجة ايجابية يا اخي الكريم، اهدر وحنا نسمعوك. الكسندر يعني واش دار لك، انسان حار شاب صغير حار راه في فم النفعة. والله العلي العظيم صدقني بالله يا الاخ نبيل، انت ولا راك هنا في الجزائر والله ما تقدر تهدر، انت يا راك في الانجليز اهدر على روحك. إنسان يكون عاقل شوية، إحنا ماذا بينا نحبوا نسمعوا مام محمد تاع فرنسا ولا أي واحد ينتقدنا ولا معليش نسمعوا منه ونسمعوا منه ونعاودوا نرجعوا له في أمور يعني في أمور الاحترام وخلاص، هذا ما كان ما تلتهاش بالناس. والله يا لطفي خويا غير 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 كان واحد المثل خويا لطفي، واحد الفيلم تاع الطاكسي المخفي وردية الله يرحمها مع ماما مسعودة مسكين هذاك الله يرحمه تاني، هادو أبطال الزعامة تاع السينما الجزائرية. واش قالت له خويا لطفي؟ قالت له سيادك داروا الطهرة وانت روح قعد تكذب علينا، هرانا جينا ليها خويا لطفي، الناس دارت الطهرة وهادو رام يجوي يكتبوا علينا ويجوا يمرمدوا فينا، يعني هذا تقطع الطلبة هادو أخي الكريم ما يقدرش مستوى تاعه، هو ما عندوش مستوى، يعني واحد اللي ما عندوش مستوى ما يقدرش يجيب طالب واحد كيما هذا باش يتعلم من عنده باش يعطيله الأفضل، لا لازم يجيب واحد حابس أكثر منه باش يقدر يتسيطر عليه. هذه هي اللي رانا المأساة اللي رانا فيها أخي الكريم، يعني هاد الطلبة هادو ولا حاكمينها هما، اليوم رانا في الأفضل بصح الله غالب
عندهم نهار، عندهم نهار ان شاء الله. ورب العالمين الظلم حرموا على نفسه، تظلموا تحقروا، جوعتونا فقرتونا هبلتونا هملتونا. بالصح والله الظلم تاعكم والله ما يقعد. ما تعرف رب العالمين شكون اللي راح كيفاش راح تصرى لكم. يعني احنا والله ما نطالقينكم، نقعدوا بالدعاء ونقعدوا بالوعي ونقعدوا بالشي اللي قدرنا عليه. ما تخوفونا لا بسجونكم ولا تخوفونا بالقهر تاعكم ولا تخوفونا بالمآسي تاعكم. احنا رانا ولاد الرجال نحملوا الكلش، يعني ما نحبوش حاجة برك، ما نحبش تحقرني وما نحبش الظلم وما نحبش بلادي باش يضحكوا عليها ناس من أجناس. أنا مدابية شكرا خويا مراد، شكرا ليك، ان شاء الله تكون تسمع فينا، ربي يحفظك ربي يطول في عمرك، الله يسترك يا خويا مراد. وتحياتنا لكل الزعماء اللي تكلمت عليهم. نروحوا من البلجيكا سي علي. اهلا سي علي، السلام عليكم. لطفي خويا السلام عليكم. ليلى سعيده خويا لطفي. بس والله الحمد لله لطفي خويا، ربي ندردش معاك داك تعرف، انا كي نكون راح نحب ندردش مع خويا. مرحبا مرحبا. لطفي خويا والله حبيت نحكي برك شويه ايكونوميك، والله سما نحكي شويه ايكونومي. الله يا لطفي تبهديله. البارح نشغل في والبارح سي تافونتيير عاون هذاك يروح للبرلمان عباك ديبيتي الى بوزين كيسيون عباك واش لي ريبوندي له، واش بد ورقه ويريبوندي سما ديجا بريبار واش غيريبوندي له. سما نورمالمون لي ديبيتي لطفي خويا كي بوزي لو كيسيون سي دي كيسيون المينيست ما حبلوش على ما راح يبوزي لو لا كيسيون. والله بوز لا كيسيون بعد جبد ورقه باين باللي تسمى كيما يقول لك مخدومه. هذه بريميرمون لطفي، ودوزيامون نحكيو على بريمي نوفمبر هذا الحين. والله يا لطفي خويا بريمي نوفمبر واش لي غانينا بريمي نوفمبر هذه كيسكون غاني؟ واش هو الاستقلال؟ الاستقلال نو استقلال. بصح لطفي خويا وقسم لك بالله، نقسم لك بآيات الله لطفي خويا، كون جاو هذوك الشهداء، الشهداء هذوك العربي بن مهيدي الله يرحمه، الزيغود يوسف، ديدوش مراد، حسب بن بولعيد، علي لابو، والله يا لطفي يجي ويشوف حالتنا هذوك يقول لك والله يفو بوسي دو فوا. انا نكارونتي لك ما يديروا ميم با غيرا، ميم با غيرا، يفو ميم با فيغ لا غير، باسكو كيما يقول لك، يقول لك احنا متنا باش لالجيري، وحنا درت والله يا لطفي درنا، وحنا درنا الحرب كونتر فرنسا، خدرناها كونتر كونتر يو فرنسا، وحنا نروحوا لها بالبوطيات يا لطفي خويا. يا وروحوا لها بالبوطيات درك ايماجيني، وحنا ميم لي ريسبونساب تاعنا، ميم مرت انت مرت بومدين عايشه في فرنسا، مرت بومدين عايشه في فرنسا، لي ريسبونساب تاعنا كاع عايشين في فرنسا. واش هي ولا نو انا وحاش نوفمبر سمينا انا وش في خير كيما يقول لك، او نحكي لك انا برك الريزولتا برك تاع هذه اللي يخدموا سما هما يخدموا بنوفمبر، هذه يخدموا بنوفمبر يخدموا ب 5 جويلية، وعلاه يزون با فيتي 5 اكتوبر هاو ديرنييرمون ماتوا خوتنا وسي 5 اكتوبر 88 اما ماتتش الناس، ما ماتتش الناس يسوم عليه ما هضروا. ودركا دايرين لي دركا الجي كامله مبلعينها لطفي خويا، علاه ما باش يجبدوا لنا الخرده تاع الروس هذيك. سي علي، سي علي تقطعت الصوت يا خويا علي. دونك كيما قال علي ماهوش كونتر الاحتفالات ولا كونتر احياء الذكرى، وانما كونتر جوستومون وين وصلت ليه الاوضاع، وين الناس ولات فريمون تهجر وتركب في قوارب الموت، يعني هروبا من الوضع اللي خلفته يعني السلطات التي تعاقبت عبر الزمن. فوالا فعل فاعل مفعول به. فوالا يا خاوتي، بالك خونا علي كان اخر مكالمه، ربما نديروا بتيت فيديو برك اخويا المخرج على نشوفوا ابوبري وين واصله هذه السركله ولي بوشون وهذا التنظيم تاع هذا الاحتفال، وكيفاه هل المواطن سعيد وفرحان بهذه التنظيم، ما ندير نحكيش على الاحتفالات، بهذا التنظيم ولا لا؟ تفضل خويا المخرج. اسمح لي تبول يا كاريتا يا غلط لي فول، غلط البلاد، غلط المعطر، ما فهمتش انا مازال ما غلطتش علينا غير الاكسجين بحياتي جامي هبط افيد بيلفول، تو كان هبط افيد بيلفول ما كاين لا طاكسي لا مترو لا كلونديستان راك مغلوقة.
جزائر جديد صار غير رجعنا الجزائر القديمه يا تبو في الجزائر القديمه. السيد قال لك حد خوه مع صباح ربي وفي المطار راه فرنسا سيد حق فرنسا سيد ما قدرش يعدي ولا من الزمة ولاش في الدار سيد الحق قبله الفرنسا اي 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 معك ربي يا مواطن الجزائري جيك شوية في الصبر برك مع هذا الشيء مازال غدوة بركة وغير غدوة وتفرج إن شاء الله وتزيدوا تسركلوا في السركة العادية يعني لي بوشون هابيتوال. شكرا لكم الأحباب وسمحوا لنا إذا غلطنا مع واحد منكم ولا كش ما قلنا كلمة مال ديبلاسي ولا مال بلاسي عفوا الله غالب. هذا هو اللايف وهذا هو الديركت وإحنا أخوة كل إن شاء الله صاركين ربي يحفظكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.